يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. وربما وإحنا يعني مفترض يعني في فصول السنة إن إحنا في شهر الربيع، وهو شهر الحب وشهر الغرام، ومفترض إن ده موسم زي ما بيقولوا كده، موسم للزواج وإعلان الزواج، مش في مصر بس، ده في كل العالم طبعا. ده يعني رغم التغيرات المناخية، احنا بنتكلم يعني ان الربيع ده في فصول السنة اللي موجود. بتكثر الحكم عن الزواج وبيكثر الكلام عن الحب. والحكيم لما وصى ابنه قال له يا ابني يعني لو عايز تعرف معنى السعادة فاعرف ان السعادة بيكمن أو ربع أو نص السعادة في حياتك يكمن في اختيارك لزوجتك، كيف تكون هذه الزوجة بالنسبة لك مكملة. والقرار إن الشخص يأخذ قرار الزواج ربما يكون قرار صعب جدا، لأن هو بيقولوا إن دي الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش تسأل فيها حد، كل واحد بيبقى ليه بصمته الخاصة، يعني ما تسألش حد تقول له أعمل إيه، لأن أكيد كل واحد فينا عنده مواقف مختلفة. على أي حال، القرار اللي احنا بنتكلم عليه ده ربما بيبقى مرتبط بعدد كبير جدا من الشروط اللي بيضعها الانسان حتى ياخذ شريكه حياته. سؤال النهارده اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، وانت بتختار شريك حياتك بتدور على ايه؟ بتدور على اللي شبهك ولا بتدور على اللي بيكملك؟ اعتقد ده سؤال يبدو يا باسنت ان هو سؤال فلسفي، ولكن في حكم كتير وفي يعني اعتقد اشياء كتير جدا ممكن تتقال. هو يبان سهل، بان السؤال سهل، لكن صح. هو في الحقيقه هو صعب قوي. يعني انت النهارده احنا عددنا كبير في العالم، لكن هو في الحقيقه انك تلاقي حد انت قادر تكمل معاه حياتك ويكون شريك الحياه النهارده صعب. ده بسبب حاجات كتيره جدا جدا. اول حاجه الانفتاح الكبير قوي على الحياه عامه والسوشيال ميديا، التغيرات في صفات المجتمع بشكل عام. فالنهارده احنا بنشوف العائلات المصريه في الخمسينات يمكن كانوا شبه بعض كلهم، حتى في اللبس، حتى في حقيقي جدا، يعني في الخروجات، في كل حاجه. النهارده مفيش كده، النهارده كل واحد مختلف. تلاقي حد عايز يعيش حياه بوهيميه، حد عايز يعيش حياه فلسفيه، حد عايز يعيش حياه رياضيه، ايا كان. صح. يعني الاختيار، صح، اللي الانسان بيختاره بيبقى مختلف شويه عن غيره. أنا يعني السؤال ده رده هيكون رد شخصي، يعني أنا شايفة إيه؟ أنا شايفة أو أنا دورت على إيه؟ دورت على شبهي، لأنه النهاردة بالاختلافات اللي إحنا فيها دي، الاختلافات حتى الفكرية، أنا شايفة أنه مهم أن أنتوا في بيت واحد تكونوا متفقين على أساسيات كده معينة، عشان حتى لما تيجوا تربوا ولادكم عليها في المستقبل ما تكونش الاختلافات دي تأثر عليهم وعلى شخصيتهم وعلى الأبرينجينج بتاعهم أو يعني النشأة بتاعتهم. لازم يبقى في تكافؤ في المستويات، وهنا ما بتكلمش بس على المستوى الاجتماعي، يعني لازم يكون في تكافؤ في المستوى الاجتماعي، لكن لازم يكون في مستوى في تكافؤ في مستوى التفكير والقيم والمبادئ. طبعاً. النهارده لو انا حد قيمي مختلفه عنك تماما هنعيش ازاي؟ يعني لو انا افكاري مختلفه عنك او يعني فاهم قصدي، لازم اكون اللي معايا شبهي، ما اقولش هغيره او هغيرها. بس ده على حسب برضو انت فاهمه السؤال ازاي، ان شبهك وبيكملك انت شايفاها اجتماعيا، ممكن يكون بيكملك في حاجات تانية. يعني ممكن يكون شبهك في حاجات انت خدتيها، عشان كده قلت السؤال. انا هكملك السؤال، يبدو ان فعلا فيهم اكتر من شكل. انا لسه هكملك قصدي ايه. يعني انا في مثلا يقول لك ايه، انا ممكن انا حد مش بتكلم كتير، عايز حد يبقى معايا مثلا متكلم عشان يكملني. ايوه يعني حقيقي ده محتاجين ده، لكن انا بتكلم شبهي في الصفات يا مصطفى. يعني انا النهارده لو انا واحده بحب مثلا الخروج الكتير، لان انا خلي بالك انا بتكلم هنا ليه، لانه في كتير من شباب وشابات المجتمع يقول لك هيتغير بعد الجواز. مفيش حد بيتغير. مثلا بنات كتير قوي بتفتكر الولد اللي بيسهر كتير وبيخرج كتير ويعرف بنات كتير انه هيتغير بعد الجواز. لا، ما بيتغيرش، مش هيتغير. في ولد فاكر ان البنت اللي بتخرج كتير قبل الجواز هتقعد في البيت بعد الجواز. لا، مش هتقعد في البيت، هتفضل تخرج، لان دي حياتها، هي اتعودت على كده. البنت اللي متعوده تصبغ شعرها وتعمل مش عارفه ايه، مش هتتحجب بعد الجواز، مفيش كده. يعني الا لو هي عايزه ده موضوع تاني، لو هي قناعاتها الشخصيه عايزه تعمل ده هتعمل ده، لكن انا اغير حد
محدش هيتغير عشان حد، ولو اتغير هيتغير لفترة مش كبيرة، هيرجع تاني في وقت من الأوقات بعد سنة اتنين تلاتة، لكن هيرجع. فعشان كده أنا بقول هنا لا، خد اللي شبهك من الأول عشان لا تغير حد ولا حد يغيرك. خلي حد عنده أهداف، يعني ما بقاش أنا طموحة وعايز أشتغل وعايز أحقق نجاحات وأنا جوزي أصلاً ناوي لما يتجوزني يقعدني في البيت. بالزبط. ما ده غلط. الاحترام لازم يكون متبادل بين الاثنين. انا لو واحده مش عارفه احترم الشخص اللي بيقدم لي ايا كانت الخدمه اللي بيقدمها لي، انا لا احترم الاب ولا احترم الام ولا احترم العيله ولا احترم حد. فلو انت شخص محترم وهادي وجميل وانا يعني عصبيه لا، لازم يكون في لو انت ساكت وما بتتكلمش كتير لكن انا متكلمه، او انت حد بتحب الخروج وانا شويه بيتوتيه تاخد بايدي شويه ونخرج مع بعض. ده بنكمل بعض في الحاجات دي. لكن انا شايفه في وجهه نظري انا لازم بجد تاخدوا شبك. اللي شبهكم، واللي شبهكم هنا لازم يكونوا العيله شبه بعض. العيله مهمه جدا، يعني لازم العائلات يكونوا يعني قريبين. انا مثلا في بيتي متعود ان انا بشوف بابا وماما مثلا بيصلوا مثلا، لازم اشوف هنا كمان ده، لان حسب انت بقى هتبقى عايز ولادك عاملين ازاي في الاول وفي الاخر. انما اشوف حد بيكملني، في ناس بتبقى عايزه ده ومحتاجه ده. انا بشوف خد اللي شبهك، انا بشوف كده. طبعا انت بتشوف ايه؟ انا شايف برضو السؤال يعني في شقين، جزء من اللي شبهك جزء من اللي بيكملك. يعني انت ما اقدرش اجزم ان هو شبهك يعني بس واللي بيكملك بس. اللي شبهك زي ما انت قلت كده اجتماعيا، في المستوى الاجتماعي، في المستوى الثقافي، في معرفتك بربنا، في علاقتك بالناس، في الذوق، في الادب، في الاخلاق، في العادات، في التقاليد، في النظافه، في حاجات كتير جدا. ما ينفعش تاخد حد ما يعني مش عشان الموضوع ده مهم جدا مش هتعرف تستريح معاه. لازم يبقى شبهك في الحته دي. اللي بيكملك في حاجات كتير. انت ممكن تبقى انت محتاج ان حد يكملك، ان انت تبقى محتاج يعني اشياء كتير، مش القصه مش بس يكملك على المستوى الاجتماعي يعني. يعني انت يمكن ايه ربما تفهم السؤال يفهم كده، لكن انت ممكن تكون محتاج حد يكملك في اشياء كتير. زي ايه يعني؟ ادينا مثال. انت فاهم السؤال ازاي يعني؟ يعني انا مثلا زوجتي استاذ تاريخ، انا بحب التاريخ جدا. فانا بحب انها تقعد تحكي لي عن ده. فبحس ان انا ساعات اقعد اسمع منها اكتر. فهي بتكملني. بس هنا مش هنا ده مش يعني لا. انا حاسه لا، انه بالعكس هي كده شبهك. بالعكس انتوا عندكم نفس الانترست، نفس الاهداف، هي دكتورة جامعة بتدرس هذا الامر. فانت لما تبقى قاعد بتكملك لو انت اصلا ما عندكش الحب للتاريخ مثلا، او عايز تعرف مثلاً تاريخ مثلا، لكن هي بتديك المعلومه وانت مستمع جيد يعني. بالزبط. انت حابب تسمع. ما هو انت بقى على حسب بقى الواحد فاهم ازاي السؤال. هو السؤال برضو ايه بيحمل يعني اوجه كثيره. انت ممكن تشوفها ازاي وممكن بتتعامل معاها ازاي، هتاخده شبهك في ايه وهتاخده بيكملك في ايه. يعني وجهات نظر. انا شايفه انه العمليه دي عمليه معقده شويه. طبعا. يمكن عشان كده دايما بقول خدوا وقتكم، مش كبير مش كتير اكيد، لكن حاولوا ان انتوا تاخدوا وقتكم في تفكير في شريك حياتكم وتعرفوا انتوا عايزين ايه. يمكن النهارده واحنا بنتكلم انا ومصطفى اختلفنا عن المعاني. بالزبط. فده في حد ذاته يخليك تفكر انه انت لازم تعرف انت عايز ايه بالظبط. عايز حد فعلا شبهك وشبه عيلتك وشبه. انا من كتر ما شفت اختلافات في حياتي، من كتر ما شفت الناس بقت مختلفه ازاي. أي. في كل حاجه يعني الناس بقت بتختلف على الثوابت النهارده، فاهم قصدي؟ يعني حاجات انت ما ينفعش تقول يعني ده كذاب مثلا، ما ينفعش، فاهم قصدي؟ فالناس بقت بتختلف في ده. فانا عشان كده بشوف لازم تاخد اللي شبهك في التفكير، في الاهداف، في الدعم، حتى هيدعمك ازاي. ممكن مصطفى شايف الموضوع ده بطريقه ثانيه، فعشان كده احنا حابين نعرف من حضراتكم انتوا بقى تختاروا شريك حياتكم ازاي وانت بتدور، هل على اللي شبهك ولا على اللي بيكملك؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها في خلال الحلقه النهارده. اهلا بيكم في حلقه جديده صباح الخير يا مصر، بنصبح عليكم.